خلاص. كانوا مقصرين في حقك ازاي في نادي الزمالك؟ لا في حاجات كتير، حاجات كتير كانت مقصره، بس طبعا اشرح قول بقى، انت جمهور الزمالك زعلان منك، فرصتك. لا خالص والله، يعني بس اقول لك حاجه، الجمهور اللي بيحبني من جمهور نادي الزمالك، وانا متاكد ده 1000000% ان الجمهور بيحبني، هم فاهمين الموضوع مش ازاي. هو كان في شويه مشاكل بس كده في الاداره دي عندهم، انا يعني مش هينفع اتكلم فيها. كابتن امام، الجمهور متضايق منك، جمهور الزمالك متضايق منك. لا خالص، وضح لهم حاجه تفهمهم. هو المشكله انا يعني تفهمهم انه كان من حقك، تفهمهم انه الدنيا كانت ماشيه ازاي. في حاجات كتير، بس انا يعني اللي انا اقوله ان انا لما رجعت من الاحتراف، انا ما لقيتش حد، يعني انا كلمت كذا حد عشان نرجع النادي، مفيش حد اهتم بالموضوع قوي، او بالظبط كده زي ما بيقولوا لي روح خلص انت نفسك. مع ان كان في تاكيد عليك قبل ما تسافر ان انت يوم ما ترجع هترجع على الزمالك. اوكي ماشي، بس انا عايز اوضح حاجه تانية، ان انا يعني كل المناوشات اللي حصلت كان كل ده مفيش حد من مجلس اداره النادي الاهلي كلمني، ومفيش حد من النادي الاهلي خالص كان بيكلمني في الوقت ده. بس انا لما لقيت فعلا مسج بس مبعوت لي من كابتن امير، انا قرر ما خدتش حتى 1% ان انا افكر فيه، ان انا طبعا العب في النادي الاهلي ده. انت كنت قايل ان انت راجع على نادي الزمالك. ما انا قلت، فعلا ان انا كنت هرجع على نادي الزمالك، بس انا ما لقيتش تقدير من في ناس، ما لقيتش منهم تقدير. مش عايز اذكر اسامي عشان ما حدش يتضر فيهم، لان ربنا يعلم في ناس فيهم اخواتي وبعتبرهم اخواتي الكبار، ما يعني ما كانوش بيردوا مثلا على السؤال بتاعي، يعني ايه مثلا انت روح خلص نفسك، انا روح خلص نفسي ازاي؟ ليه مش عايز تضر شخص هو السبب في اللي حصل لك؟ علشان انا مش كده. انت اتضريت. بس انا مش كده خالص. انت كنت في وقت كده في صراع، ده كمان يتسمى صراع، خذلت جمهور الزمالك وجمهور الاهلي بيهتف ضدك، ما هو ده موقف لا تحسد عليه. مش كده، انا حكيت لك القصه زي ما يعني من حقك تقول وتبرر. ماشي، هي القصه زي ما انا حكيتها لك والله بالظبط، يعني انا ما بكدبش في حاجه، يعني اللي في قلبي على لساني انا قلت لك انا رجعت من يعني من انت لما قررت انك ترجع اول حاجه كلمت الزمالك. كلمت، ما لقيتش تقدير وما لقيتش، ما فيش رد، ما فيش حد بيرد عليا، ما فيش حد اتكلم معايا، اتكلموا معايا